كنا سمعنا اليوم اللي جاي نسمع. لا هو قرأ وما قرأ ايش تعرف اليمنيين كيف يعرفوا الخبر ما يحدث حاجه بالبنتاغور الا ونوله الا قيمه على اليمنيين. خلوا هنيك يسالوا مقابو مقافي مقعملو انا اصحاب تعز. ايوه قال هو على اصحاب تعز. قال بعدين نزل متخفي متنكر لا حول اشرب ها شو صار كيف يعملوا تقتل معلومات. شاف واحد قال له ها مقابو مقافي هذا اوباما ذاته ها مو قالوا له حاجه بس قالوا اوباما هلو تعز. قالوا ما دراكم يا قال دخل متنكر يعني كثير الاسئله احنا دائما كذا يعني مقابل مقابل لكن نعمل حاجه ما نعملش ان شاء الله نعمل. توضح مسمى وظيفه كل مدير توضح من يحاسب وامام من وامام هذه البطاقه اللي اخذتها لحضراتكم عليها من المسؤول عن اي قسم توضح ايضا من المسؤول عن اي قسم عن سلسلة توضح ايضا اي انواع الاقسام تم انشاؤها توضح سلسلة الاوامر ايضا توضح سلسلة الاوامر برافو عليكم يعني خلاص انا معي علماء تجعل كل موظف يعرف مسمى وظيفته وموقعه في التنظيم الشكل التالي يوضح مثال لخريطة التنظيم حيث نائب المدير العام للتسويق امس واحد زول هنا يقول لي كل النماذج نائب المدير العام للتسويق نائب المدير العام للتسويق قال المدير من العام يلعب هل تقاطع الكلمة المتقاطعة من ليه؟ ليش ما تظهر؟ قلنا له المدير العام يا أخي عضو من مجلس إدارة في معه مهام التخطيط رسم سياسة المنظمة يعني مشارك في التخطيط في التنظيم في كذا في رسم استراتيجيات المنظمة هو جزء هو جزء من اللاعبين الاساسيين تربيه الاداره ايضا زي مدير عام الانتاج مدير عام التسويق مدير عام الشؤون الماليه الاداريه ذم لاعبين اساسيين في المنظمه ذول الركائز عليهم مع كل مدير نائب ذا النائب هو اللي يتواصل مع الاداره الاخرى تفضل بس يختلف القطاع الخاص القطاع العام القطاع اي خارطه لابد يكون على سهاله الهرم المدير العام وشوف على زي مدير عام التربيه بعدين الاداره ايوه حقا بس اقول لك انا بتكلم على منظمات ربحيه يعني يا دكتور هذا يتبع من؟ يتبع المدير العام. يتبع المدير العام. بالنهاية هذا هو بالهيكل يتبع من؟ بس مدير عام. بس هو ركز على هيكل التسويق. هو على خاطر الرجال. ركز على هيكل التسويق بس. نائب المدير العام للتسويق. من يتبع؟ من يتبع؟ المدير العام. يتبع المدير العام. خلاص اخواننا يشرف على وذا المدير العام يتبع من مجلس الاداره بس خلاص يعني مستشار رئيس الجمهوريه مشروع الدفاع والان مستشار هذا الهيكل التنظيمي للمنظمه واحنا اخذنا السرقه هذه بالضبط سرقنا سرقه ايوه الجزء احنا اخذنا هذه بس عملنا ايش؟ تم لك اختصار مدير التسويق مدير الترويج مدير طبعا بيقول لي واحد لما وتحت انا بعدتها امس كان ليش نقحته اليوم امس كان مكتوب شوف مدير التسويق معاون المدير ألف ذا للسلعة مثلا لمجموعة من السلع لمجموعة من المناطق جزء من المبيعات مش من المبيعات وانت جزء وجزء من المهام والمنتج قد يكون لي منتج قد يكون لي منطقة جغرافية معينة مثلا معاون المدير معاون مدير التسويق للسوق اليمنية أو معاون مدير التسويق للسلع الاستهلاكية أو معاون مدير التسويق للسلع الصناعية أو مدير يعني وهكذا مدير الترويج كان مكتوب تحت مدير إدارة الإعلام شوف الأخطاء كانت يعني كان مكتوب مدير إدارة الإعلام دي موجود عندكم الملزمة موجود الملزمة كذا مدير الإعلام وبيكون قسم مسؤول الاعلام يكون قسم اكيد بس ما يصلحش يا دكتور مسمى بنفس الدرجه مدير ترويج مدير اعلام تحته مسؤوليات بنفس الدرجه ها ايه ما يصلح لا ما يصلح رئيس قسم هي موجوده من زمان عندك غلط مدير بالكتاب موجود غلط انا اقول لك صححت لها امس ممكن رئيس قسم الاعلام رئيس قسم الاعلام يعني مدير اداره لازم يكون رئيس قسم كذا بالمتعارف عليه عملت له اعلان قد يكون قسم حسب طبيعة المنظمة قد يكون مختص إذا كانت المنظمة صغيرة تملكون عليك أنا ما عملت لا رئيس قسم ولا عملت مسؤول ولا نائب مدير
ديروا بحضرتكم انه بعض المنظمات الكبيره زي شركات كالرالي تريك تومسون شركه بروكتر جامبل ذي اخوان الاعلام ايش يقولش هنا رئيس قسم والله ما يكون رئيس قسم ايش يكون معاون المدير شؤون الاعلام وبعدين تحته انا اقسام تملكوها في المطالب يا اخي الهيكل التنظيمي ليس قرانا صح لا مرن مناسب معاه يمتز بالمرونه حسب طبيعه النشاط حسب حجم المنظمه حسب الوضع والتشريعات الموجوده في البلاد اذا يخضع لمتغيرات يخضع لمتغيرات مش ثابته انت عشان بس عملنا احنا عملناها ايه نموذج نموذج تاتي مدير مبيعات ولا قال كل خمس سنوات يطور بالضبط والمنظمة التي لا تحدث الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع المتغيرات تحكم على نفسها بالهلال صحيح لأنه في متغيرات تقتضي صحيح أننا أعيد النظر في الهيكل التنظيمي هذا فيما يتعلق بهذا النظر الشكل أيضا يوضح خريطة تنظيمية زي ما قلت على مدر مرجع عنها طيب يؤكد بس تقسيم موضوع النشاط في إدارة التسويق أولا إن التقسيم هو عملية يتم من خلالها جميع أنشطة إدارة التسويق بشكل منطقي وتوزيعها على المديرين أي أن التقسيم يتم بشكل تفصيلي للعمل داخل إدارة التسويق وبعدين نأخذ أولا على أساس الوظائف نبدأ نقسم تقسيم موضوع النشاط يعني شوف حسب قردوا لحضرتكم طبيعة عمل المنظمة وحسب الوضع الراهن ممكن أنا بقسم النشاط إما على أساس الوظائف أو على أساس جغرافي أو على أساس سلعي على أساس أي يعني في عندي أولا التقسيم على أساس الوظائف ذا نائب المدير العام للتسويق مدير الترويج لوظائف نفس حقوق مدير إدارة تخطيط المنتجات مدير إدارة مخزون التسويق، مدير إدارة المبيعات، لا أكثر تفصيل. بس وضح أكثر تفصيل، أكثر تفصيل كوظائف. أنا كوظائف. ممكن يكون في أكثر من وظيفة هنا. ممكن. تمتد أفقيا إلى أكثر من وظيفة حسب طبيعتها. المنظمة. بشكل إدارة، بشكل إيش؟ إدارة، بشكل إدارة. حسب طبيعة المنظمة. حسب طبيعة المنظمة. التقسيم على أساس المناطق يتم. تقسيم يتم تنظيم أقسام مستقلة لكل من المناطق التي تقوم منشأة الأعمال بتقديم أعمالها فيها مثلا يعني أنا بقول لك على أساس المناطق ممكن يكون على أساس أقاليم داخل البلد أو السوق المحلية أقاليم الجند أقاليم مثلا على أساس أو محافظات أو على أساس أقسمه مناطق إقليمية زي دول الخليج جنوب شرق آسيا أفريقيا أوروبا أمريكا مش كده كمان لا يعني على حسب المناطق بس له مميزات وله عيب بس مميزاته أكثر أولا يتم تنظيم أقسام مستقلة لكل من المناطق التي تقوم منشأة العشب يتم تنظيم أقسام مستقلة لكل من المناطق التي تقوم منشأة الأعمال بتقديم أعمالها فيها يعني حسب المناطق التي تشتغل فيها يصلح هذا التقسيم على أساس المناطق للمنشآت التي تسوق منتجاتها على نطاق جغرافي واسع سواء في السوق المحلية أو السوق الدولية على فكرة جالس اليوم أسأل واحد أقول له إيه هي مبادئ التسويق الدولي طبعا لما تجي تتكلم على مبادئ التسويق الدولي هي نفس مبادئ التسويق المحلي لكن إضافة إلى ثلاثة مبادئ اللي هو مبدأ توازن ميزة المدفوعات يعني اثنين الميزة التنافسية للتسويق الدولي لابد يكون في ميزانية ترى المبدأ الثاني والثاني يعني أن يكون عنده في عملية توازن في المزيج التسويقي ثلاثة مبادئ توازن في المزيج التسويقي توازن في ميزان المدفوعات حضور الميزة التنافسية من أجل أن يكون يصبح تسويق دولي يعني إيش اشترينا في التسويق الدولي دون أن يحسن في ميزان المدفوعات
شيخ انا لا الكل انا مدرس بعض الله بكره يصيروا عارفين انه هو ميزان المدفوعات ها مش قال لا ده الميزان يعني ده قيمه السلع التي استوردها وذا قيمه السلع التي اصدرها يفضل في التسويق الدولي ان تكون هذه الكفه ارجع من اجل ان نحسن ايه هذه الكفه تكون ايه ارجح من هذه عشان نحسن الاقتصاد ايوه يعني لما يكون ميزان المدفوعات حق الصادرات اقوى من الواردات تملك اذا من مبادئ التسويق الدولي على الاقل توازن ميزان المدفوعات يعني ما يكونش الوارد ما يكونش الوارد على من الصادر على الاقل للمنشاه التي تمارس نشاطها التسويقي على المستوى الدولي والعالمي يجب ان تكون تعمل على توازن ميزان المدفوعات هذا واحد يعني اثنين يعني ده الميزان التجاري يسموه ايوه الميزان التجاري اثنين مبادئ التسويق الدولي تحقيق ميزه تنافسيه تحقيق ميزه تنافسيه ما لم سيكون عبث دخولها للاسواق الدوليه عبث يعني الحصه السوقيه لابد يكون عندها ميزه لا الميزه التنافسيه غير الحصه تمتاز بمنتجها افضل من منافسيها الميزه التنافسيه ان يكون منتجها يقدم منافع جديده للمستخدمين او المستهلكين يقدم خدمات اضافيه على المنافسين هذه الميزه حتى يكون في جذب لعملاء جدد في الاسواق الدوليه ويستطيع تحقيق حصه سوقيه عاليه ينعكس على ميزان مشكله ولا لا المبدا الثالث يكون في توازن في المزيج التسويقي في توازن خلينا بس انا هنا ذكرتني او دخلتنا هذا الزود أن تكون المنظمة تمارس أعمالها في أكثر من منطقة جغرافية يعني فيما لو دخلنا في مناطق جغرافية خارج حدود الوطن معناه دخلنا في التسويق الدولي قلت لحضرتك ما هي مبادئ التسويق الدولي وضحت الفكرة؟ تلقى المنظمة يعني ما نكونش عليه نسمع كلمة نحفظها ولا سمينا في به نحن تعمل لكم شيء قصة أنا بعمل لك مخرج كذا شوية بعمل لك قليل مخرج من هنا ومن هنا تلجأ المنظمة في مثل هذه الحالة إلى المركزية في بعض الأنشطة الخاصة كالإعلان وتدريب رجال البيع وبحوث التسويق ونظام المعلومات التسويقية ذي لابد تكون مركزية بقية الأنشطة تفوضها لمسؤولي المناطق لكن ستجد يا اخوان انه في عيب من العيوب بعد قليل انه نتيجه لتباعد المناطق الجغرافيه يصعب السيطره والرقابه والتحكم يعني يتحرك المسؤولي المناطق بحركه شبه مستقله تكون ما تتفقش مع سياسه المنظمه الرئيسيه دي من عيوب هذا التقسيم لكن ظروف احيانا تلقاها في شركه البيت عندما تكون عابره القارات او شركه دوليه مزايا التقسيم على اساس المناطق اولا سرعه اتخاذ القرارات فيما يتعلق بسلعه ما او بسوق ما او بالمستهلك او الى اخره سرعه اتخاذ القرارات يعني لو كان مسؤول المنطقه البيعيه في اليمن والشركه هي شركات جنرال الكتريك في الولايات المتحدة الأمريكية على ما يطرح رأي فيما يخص العميل باليمن وينتظر الرد من الشركة الأم ذا كلام عبث يكون المنافسين قد دخلوا السوق وعملوا اللي عملوا قد يكون التخفيض في السعر نتيجة لأن المنافسين مارسوا حرب الأسعار انتظر الرد من الولايات المتحدة الأمريكية يكون الناس تخلصوا ها؟ يعطيك الصلاحية المطلقة في بعض القرارات نعم تقول صراحة نفوض في بعض الأحيان الآن مع التقنية يمكن بالأحداث بالضبط التقنية موجودة لكن تظل القرار لا يحتاج إلى دراسة الدراسة أن المركز الرئيسي ما هوش عارف بأوضاع السوق اليمنية له عارف بالقوة الشرائية وله عارف بقوة المنافسين وله عارف بأنماط السلوك وله عارف يعني سعى الخبراء الفرنسيين الذين درسوا
حاجات ورغبات المستهلكين في دول الخليج، وقالوا أن المستهلكين يفضلون القرآن ويقدسونه، وخاصة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ذا كلهم الصباح يقرأوها بالمساء يقرأوها. قالوا إذن فرصة نعمل ملابس مكتوب عليه آية الكرسي. شوف على دراسة خاطئة، مش عارفين بطبيعة هذا الشعب وأنه يقدس القرآن، لكن مش الملابس والإهانات ولا لا. وفلست الشركة. يبقى أنا في بعض القرارات خاصة في السوق لا يعرف بل من المحتك بهذا السوق. أما الإدارة العليا تحتاج إلى أن أقدم له الدراسة زي ما قلت لحضرتك، مع التقنية، مع التقنية والتواصل الصحيح، أنه أصبح العالم كله سوق منطقة واحدة، لكن دراسة السوق وأنماط الاستهلاك وأنواع المنافسين وطبيعة المستهلك، يعني ده يحتاج واحد قريب منه يتخذ قرار يتناسب مع طبيعة هذا السوق. ما انتظرش السلطة المركزية هي اللي طبعاً في بعض الـ في بعض الـ في بعض الأنشطة، مش ليس كل الأنشطة. ها كان ليس إنتاج فرنسي الشركة العربية تقريباً. لا هو استعان بخبراء، يعني استعان بباحثين ضربوهم على بس العام فلس كل شيء فلسوهم متعمدين. والآخر اللي عمل شاهي وقابل داخل مصر عمل العلامة القلب مش دار الإسرائيليين جم مصر قروض كلهم، الله بس أخوهم إلى قروض، ها؟ ولذلك المصريين يكرهوا القروض يستقبحوهم. يعني احنا عاد احنا ما عندنا مش بنعملوا قرح مصر بالحدائق حق مصر في قروض ما هوش ولا وقع عندنا موجودين لانه الاسرائيلي هم بعيد مننا مليان في قروض مليان عندنا. وبالتالي قالوا لا غير العلامه دي الى غزال. ها ثم هو نفس الشاهد زي الشركه حق كوكا كولا لما راحت افغانستان وجبت لهم مشروبات كوكا كولا حمراء لون احمر بعد الزحف السوفيتي وبعد الدم اللي سال في افغانستان، ولا حد اشترك قاره واحده. قالوا ماله ما لهم الناس ما يشتروش كوكا كولا الخاصة بنوع الأحمر. فعملوا دراسة وجدوا إنه الأفغان ربطوا اللون الأحمر بالدم الأحمر بالزحف الأحمر، غيروا اللباس من أحمر إلى أخضر ماشي ورواد، وكانت حصة سوقية أكبر حصة. إذا تحتاج إلى دراسة تملك يا سيدي. أما الاتصال والتواصل مع السلطة المركزية الموجودة أو الشركة المركز الرئيسي سهل، بدقة زر الآن صوت صورة، لكن نتيجة الدراسة طبيعة السوق تحتاج إلى أن تفوض، تحتاج إلى أن تفوض ما عدا الإعلان، البحوث زي ما قلت لكم، التدريب ذي على السلطة المركزية لإدارة التسويق، خاصة بإدارة إيش التسويق. سهولة ترسيب البحوث التسويقية في المنطقة الواحدة، يعني أنا لو عندي منطقة مثلاً، ولذلك الشركات معها مدير إقليمي، معظم الشركات الآن العالمية الكبيرة معها مدراء إقليميين، المدير الإقليمي في مقر الرياض، مقر في دبي، مقر في منطقة يعني في ناصر، وبعدين المدير الإقليمي ده اللي هو نائب المدير العام لشؤون التسويق الشرق الأوسط أو جنوب أفريقيا أو إلى آخره. ما أقول الشرق الأوسط جنوب أفريقيا قصدهم اليمن. تحقيق أو تحقق أو يحقق هذا التقسيم عمليات المناطق، تحقق عمليات المناطق نفسها اللي هي مقسمة على أزمات، تحقق هذه العمليات التسويقية، العمليات التسويقية في هذه المناطق خفضا في التكاليف فيما لو كانت القرارات مركزية. كيف يعني؟ يعني شوف مثل قرارات، يعني أقول لك قرارات مثلا تعيين مدراء مبيعات، تعيين مدراء المبيعات لو قلنا يكونوا على السلطة المركزية والمدير المركزي والمدير الإقليمي، بيضطر إلى أنه يعمل إعلان، وبيضطر هذا الناس بيتواردوا وسفريات على حسابه، وبعدين اختبارات وفرز وتعيين ومراقبة وستة شهور اختبار مركزي، يحتاج إلى أنه يعين من قبل الإدارة والإقليم أو كذا من يتابع عملية التقييم لمدة 6 شهور ثم التثبيت. لكن لما تكون مسؤول المنطقة حيعلن بيقوم من أبناء المنطقة، بيقوم من أبناء المنطقة شركة دباب بـ100 شو يقول عندك شو قدم حق الطلبات، ها؟
ما استخسرناش حاجه، وبعدين حتعين وتعمل اختبارات وتفرز لكن انت بتكون كبيره. لو كان التعيين على مستوى